أن كان موج الجبال، وبعد أن نادى نوح على ابنه وابنه لم يستجب لنداء أبيه وهلك مع الهالكين وغرق مع الغارقين ونسي مع المنسيين، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، الكون كله يستجيب، الكون كله يستجيب لرب العالمين. ربك لما خلق السماوات والأرض إليه قال لك ثم استوى، سورة فصلت، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، لسه في الأول خالص قبل ما يخلق الإنسان، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، لسه بتتشكل، لسه ما تعملتش سماء، فقال لها وللأرض، لسه من أول يوم، ائتيا، تعالوا هنا طوعا أو كرها، هتيجوا بالزوء ولا بالعافية؟ النداء الإلهي الأزلي القديم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالوا إيه؟ قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. كانوا لسه بشكلهم في عملية التشكيل، بلوم من الآن تسمعوا الكلام وغصب عنكم، أنتم مقهورين، أنتم سامعين طائعين لرب العالمين. ربنا يقول كده للسماوات والأرض، قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وقضى في كل سماء أمرها، وزينا سماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. فربك يقول للأرض والسماء بعد ما خلص قصة نوح، وقيل يا أرض ابلعي ماءك، حاضر يا رب، ويا سماء كفاية كده أقلعي، والمية وغيض الماء ينزل تحت، واستوت على الجودي السفينة، وقيل بعدا للإيه؟ للقوم الظالمين. بعد ما الدنيا هدت والعاصفة سكنت، نوح عليه السلام افتقد ولده فبيبحث عن ابنه، حال بينهما الموج، لم يرى مهلك ابنه، لم يره كيف يموت، ودي من رحمة ربنا كما ذكرنا الجمعة الماضية أن الله يقدر ويلطف، لم يشأ من حكمته ومن رحمته أن نوح يرى ابنه وهو بيموت وبيغرق، فحال بينهما الموج ساعة الغرق. فنوح بيسأل رب العالمين، قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، أنت وعدتني أنك تنجي أهلي، فربنا قال له إيه؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ده مش من أهلك. ليه؟ لأن الأهلية ليست أهلية النسب، خد بالك بقى كلام المهم بقى، الأهلية الرابطة ليست أهلية النسب ولا أهلية الوطن ولا أهلية القومية ولا أهلية اللغة ولا أهلية الجنس ولا أهلية العرق ولا أهلية المصاهرة، ولكن الأهلية هي أهلية العقيدة. الكلام ده كلام مهم جدا، الله يصحح المفهوم لنوح ولأمتنا. يا نوح ده مش من أهلك، إزاي مش ده ابني هو في أغلى من الابن؟ ربنا قال له ابنك مش من أهلك، أمال مين أهلي؟ أهلك أهل الدين، الرابطة التي تربط الناس حقا هي رابطة العقيدة، أما رابطة النسب، رابطة اللغة، رابطة الأرض، رابطة الوطن، رابطة الجنس، رابطة العرق، كل هذه تزول، كلها روابط منقطعة وتنتهي، أما رابطة العقيدة هي الدائمة إلى يوم القيامة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة. يا أخي في الهندي أو في المغربي، أنت مني أنت لي أنت بي، لا تسأل عن عنصري عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي، ده الدين اللي احنا نعرفه، مش الدين مقسم، مش كل جنس لوحده وكل عرق لوحده وكل لغة وحدها، الإسلام جمع الناس وصهرهم في بوتقة واحدة، فجاء بسلمان الفارسي مع صهيب الرومي مع بلال الحبشي، وضعهم في قالب واحد اسمه قالب الايه؟ الإسلام. الكلام ده اللي احنا مش واخدين بالنا منه، أنا مصري وأنت هندي والتاني باكستاني والرابع أمريكي، لا ما عندناش الكلام ده في الإسلام، وروابطنا لا ترتبط بهذه الأجناس، البقية الحقيقية هي للدين. فجاء الإسلام بسلمان من فارس وبلال من الحبشة، مش ده دين ده ولا احنا بنقرأه للتسلية وخلاص يعني؟ سلمان من فارس وبلال من الحبشة وصهيب من الروم، وجيب الثلاثة حطوهم مع بعض ولهم انتوا اخوة، تاكلوا مع بعض، تشربوا مع بعض، تعيشوا مع بعض، تحركوا مع بعض، رابط؟ ما قالش بلال الفارسي ده لوحده، الفرس ودول الترك ودول العجم ودول العرب، لا، اسمها رابطة الايدي، رابطة العقيدة،
ولا عقيدة ولا رابطة أقوى من العقيدة ولا عقيدة أقوى من الإسلام. أخذنا هذا المعنى من حوار إبراهيم مع ربه تبارك وتعالى، ربي إن ابني من أهلي، قال له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ولذلك هناك إمبراطوريات كبيرة قامت ثم اندثرت، لأنها قامت على ماذا؟ قامت على الجنس، وقامت على العرق، وقامت على الوطنية. الإمبراطورية الرومانية كم من السنوات عمرت، لكنها قامت على أساس السادة والعبيد. وإحنا الإسلام ما عندناش في الإسلام سادة وعبيد، عندنا الناس سواسية كأسنان المشط، فيش حد بيشم نفسه على التاني، ما فيش حد أحسن من التاني. فلما قامت هذه الإمبراطورية الرومانية مئات السنين في النهاية اندثرت. الإمبراطورية الإنجليزية كانت لا تغرب عنها الشمس، أين هي؟ اندثرت. الإمبراطورية الإسلامية قامت فترة من الزمان على العقيدة. الإمبراطورية الإسلامية خلافة عمر بن الخطاب ومن بعده حتى هارون الرشيد كانت خلافة لا تغرب عنها الشمس، قامت على الدين، ولم تقم على اللغة، ولم تقم على الجنس، ولم تقم على العرق، ولا على الوطن. جمعت الناس جميعا في دائرة اسمها دائرة الايه؟ دائرة العقيدة. فهابتها ملوك الأرض، وده اللي حصل زي ما حضراتكم عارفين القصة المشهورة، لما الرجل الرومي راح يسأل عن عمر بن الخطاب، قالوا له هو اللي نايم تحت الشجرة هناك ده. فذهب الرجل فوجد عمر نائم ووضع حذاءه تحت رأسه، فقال لهم هذا الذي تهابه ملوك العجم وتخافوا يعني قياصرة العرب؟ قالوا آه. قال حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا إيه يا عمر. لما تغيرت الإمبراطورية الإسلامية من العقيدة، واحد يقول لي تتكلم عن ماضي، فين الإمبراطورية الإسلامية دي؟ ده احنا أمتنا ضيعة. آه ضيعة، لأنها تركت العقيدة وتمسكت بالعرق والوطن والجنس واللغة والفصيل والأهل والقبيلة والعشيرة والمصريين والباكستانيين والفلسطينيين والكلام. لما عملنا كده شوف النتيجة بقى، شوف الأخبار كده، الطيران السعودي يقصف اليمن، شوف الخبر الثاني، والطيران العراقي يقصف سوريا، خبر الثالث، والطيران المصري يقصف ليبيا، وطيران العدو يلعب بلايستيشن. العدو بتاعنا الطيران بتاعه بيلعب بلايستيشن، ما يقصف يقصف ليه؟ ما احنا بندك نفسنا بنفسنا. الحمد لله الطيران بتاعنا احنا السعودي، الطيران السعودي اللي ما تحركش من غزوة أحد، السعودية ما حاربتش من غزوة أحد، بتحارب في اليمن، ومصر بتقصف ليبيا، أهلنا وحبايبنا وجيراننا وناسنا، والعراق اللي مش عارفة تطلع من الوحل بتقصف مش عارف فين، وأعدائنا بيلعبوا بلايستيشن، يلعبوا من حقهم يلعبوا. دي إمبراطورية؟ أه، ما احنا سيبنا الإسلام، احنا بالوطن والجنس واللغة والكلام الفاضي. تيجي تقول لي اللي بيحصل صح ولا غلط، أنا ما عادش عارف فين الصح والغلط، أقسم بالله. لأن النبي صلوا عليه صلى الله عليه وسلم قال تأتي فتن تجعل الحليم حيرانا، تخليك ما انتش عارف تاخد قرار. يعني طب يا شيخ نسيبوا الشيعة يعني الحسين ياخدوا اليمن وينقلبوا عليها؟ كلام غلط. طب نقصفوا الشعب وندمروا المساجد وندمروا البنية التحتية للشعب اليمني المسكين، هو أصلا أوريدي مدمر، ما انتش عارف فين الصح والغلط. مين اللي وصلنا لكده؟ تركنا عقيدتنا ومسكنا بحاجات خزعبلات تانية تخليك مسكين انت تايه. انا مش بنتقد، انا زي زيك مش عارف حل، مش عارف حل. بلادنا تدمر بايدينا، اطفالنا يقتلون بايدينا، وما عادش بسلاح الغرب، خلاص بقى بيدي لا بيدي عمر، كما كان يقول العرب قبل الاسلام لما كانوا يعملوا مشاكل مع بعض، يقول لك ايه لما ما يلاقوش حرب يتحاربوا مع بعض، فيقولوا ايه واحيانا على عمر اخينا اذا لم نجد الا اخانا. كانوا دايما عاملين حروب لما ما يلاقوش عدو يتعاركوا مع بعض، يقول لك واحيانا على عمر اخينا اذا لم نجد الا اخانا. فاحنا اعدائنا بيلعبوا واحنا بنقتل بعض، ليه؟ عشان ما عادش في رابطه العقيده، في رابطه الايه؟ احنا المصريين وانتوا مش عارف ايه وانتوا، وامتنا تتشرذم. دورنا الان من خلال قصه نوح عليه السلام ان تجتمع امتنا على العقيده، أننا نعرف أننا أصحاب دين واحد ورسالة واحدة، ولنا رب واحد، ولنا منهج واحد، ولنا كتاب واحد هو القرآن الكريم. ينبغي الأمة تصحى والأمة تستيقظ من هذا الثبات العميق. هذا درس الحقيقة أنا أخذه من قصة نوح عليه السلام. الدرس الثاني، ابن نوح تربى في بيت النبوة وطلع كافر، والله احنا الله يكون في عون أولادنا،
احنا خايفين على اولادنا من امريكا. ده نوح رب ابنه في حضنه في حضن نبي وطلع كافر. تقول ايه في الحته دي بقى؟ انك لا تهدي من احببت لكن الله ايه يهدي من يشاء. طب ناخد درس مهم. ابن نوح ناداه اركب معنا فابى وقال ساوي الى جبل وهلك مع الهالكين. وابن ابراهيم قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا ابتي افعل ما تؤمر. ده ابن نبي وده ابن نبي وده من اولي العزم من الرسل نوح وهذا من اولي العزم من الرسل ابراهيم. وابراهيم ابو البشريه الثاني ونوح ابو الانبياء ولا نفرق بين احد من الرسل. لكن ابن نوح يقول له ساوي الى جبل مش راكب معاك. وابن ابراهيم يقول له افعل ما تؤمر. ايه الفرق؟ ده نبي وده نبي. الفرق الام التي ربت. الام التي ربت زوجة ابراهيم اللي ربت اسماعيل ربته في الصحراء. كان مع ابوه ولا بعيد عن ابوه؟ كان بوادي غير ايه؟ غير ذي زار. ده اسماعيل مسكين ما شافش ابوه. اسماعيل لم يرى اباه الا ساعة ان جاءه بالسكين. مش تركوا في صحراء قاحلة اني اسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زار. راح له هو عنده 10-12 سنة كده ربنا قال ايه؟ فلما بلغ معه الايه؟ السعي. يعني بقى حلو كده يتمشى معاك كده وتفرح بابنك كده 10-12 سنة. قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. قال له اعمل. امي ربتني اسمع كلام ابويا. اتربى على الطاعة. اما الثاني اتربى تربية كافرة من ام كافرة. فالفارق في التربية مش انت، الفارق زوجتك. الفارق ام الولد. الام مدرسة. صح صح. الام مدرسة. ان اعددتها اعددت شعبا طيبا اعراقي. ان اردت ان تعد شعبا وان تعد مجتمعا وان تعد جيلا جيلا في المستقبل يقول افعل ما تؤمر لابيه فعليك بام مسلمة عاقلة. تخيروا لنطفكم. اختار النطفة بتاعتك فان العرق دساس. اختار ام تحمل ذرية صالحة. وإن أردت أن يقول لك ابنك في المستقبل سآوي إلى جبل خذ أي واحدة وخلاص. كل واحد جيب لي واحدة ودخل بقى الجامعة عند الشيخ في الأوفيس اكتب عليا يا شيخ. والشيخ يكتب خلاص. طب دي عارفة حاجة أصلها من أهل الكتاب. يعني هي عارفة حاجة يا عم تسكي أهل الكتاب يجوز. بس أنت عارف دي مؤهلة ربي نش يا عم حتتزوج وتنشئ منها وتحمل منك وتجيب لك ولد يقول لك سآوي إلى جبل. هتجيب لك ولد ينفرط عقده ويضيع منك ويحطمك في العاجل واللاحق. الاسلام احل لكنه هناك الافضل اللي هو ايه؟ فاظفر بذات الايه؟ فاظفر بذات الدين. تربت يداك يعني التصقت يداك بالتراب. يعني خبت كبيره لو انا عملت كده. من لبنات المسلمين؟ رحم الله عمر. عمر بن الخطاب كان عنده بعد كبير. عمر في عصره هو خلافه بتاعت سيدنا عمر رفض ان يزوج المسلمين من اهل الكتاب. قال لهم مش فيش واحد يتجوز واحدة مش مسلمة. قالوا له يا عمر ده القرآن بيقول والمحصنات من الكتاب والمحافظين الآية. ما هتلاقي الجماعة كل واحد يحفظ الآية لإيه؟ اللي تعجبه. يقول لك والمحصنات يا عم الشيخ المحصن حافظين الحتة دي. فعمر قال ومن لبنات المسلمين؟ وبناتنا إن شاء الله يروحوا فين؟ نجوزوا بناتنا للكريستيان والكاثوليك؟ بناتنا يروحوا فين؟ بناتنا اللي في أمريكا. بنتك وبنتي دول نودوهم فين يعني؟ احنا بعد ما يكبروا نودوهم فين؟ للمسلمين. فتنة كبيرة. ولذلك ربنا علمنا والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. تجوزوا بناتكم للمسلمين وأولادكم من المسلمين الصادقين الصالحين. ما بنحرمش زواج أهل الكتاب لكن عاوزين أم تحافظ على النشأة وتحافظ على أولادك. دي رسالة بناخدها من سيدنا نوح عليه السلام. لأن نوح عليه السلام بكى كثيرا وندم كثيرا وزوجته عصته وابنه عصاه. هي اللي ربت الابن. ربته قل له خلاص سآوي إلى جبل يعصمني من الماء فعصى بسبب أمه. ونوح عليه السلام يتألم لولده لكن ولا تحين مناص خلاص يعني توليت. ولذلك المرأة الصالحة عليها نشأة المجتمع وعليها إقامة المجتمع. أم صلاح الدين الأيوبي هو صغير كانت تدهده وتلاعبه وتقول يا محرر الأقصى يا صلاح الدين عيشته على محرر الأقصى صلاح الدين.
المعنى ده معنى احنا بنفتقده. بتربي ابنها على ايه؟ هناك ام تربي ابنها على مكارم الاخلاق وعلى علو الهمم، وام تربي ابنها على اي كلام وعلى اي حاجة. ام صلاح الدين قالت له انت محرر الاقصى، فكان محرر الاقصى. محمد الفاتح امه ربته انه يفتح قسطنطينية ففتحها وهو عنده 17 سنة، ام ربته على كده. وفي شباب بقى تافه بقى اللي بيلعب بقى على الايباد وبيلعب على الايفون وبيلعب على يعمل جيم وبتاع، امه مبسوطة بيه وابوه مبسوط بيه، وجايب له ايفون وهو عنده 7 سنين ولا بيمسك ايفون 6. ده الشيخ معاه ايفون 3 مش عارف ولا كده. حاجة غريبة جدا والله. احنا عارف انا بنستحضر موقف لسيدنا هارون الرشيد. الناس دي كان عندها بعد. هارون الرشيد ده كان اقدم تقدم تكنولوجي في عصره ساعتها. هارون الرشيد اللي عملوا الساعة دي، المسلمين في عصر هارون الرشيد عملوا ساعة، عملوا ساعة كده تظبط الوقت وتمشي وبتاع. وساعتها ملك فرنسا كان اسمه شارل بعتها له سيدنا هارون الرشيد هدية، بعت له هدية من دولة الإسلام ساعة. أول ما شاف الساعة وفيها العقرب اللي بيلف ده قال فيها جهال. أمة متخلفة، وكانت أمتنا متقدمة لما كان في عقيدة وكان في دين. فهارون الرشيد كان ساعتها يحرك الصناعة والسياسة والاقتصاد وعاوز تكنولوجي وعاوز يتقدم بالأمة. إحنا بنستخدم لكن إحنا لا ننتج. احنا بنستخدم الفيسبوك بس مش احنا اللي عملناه. احنا بنستخدم الانترنت بس مش احنا اللي عملناه. احنا بنستخدم كل حاجة بس احنا امة مستهلكة مش امة منتجة ولا امة صانعة. كلام ده طبعا كلنا عارفينه. ليه؟ عشان تركنا كلمة العقيدة ومسكنا بقى ايه، احنا اللي كذا واحنا اللي كذا، ولو لم اكن مش عارف ايه لتمنيته. هارون الرشيد في عصري عصر التقدم والابتكارات والاختراعات قالوا له في ولد عنده براءة اختراع. هارون الرشيد يفكر الولد مثلا اخترع الانترنت، اخترع يعني تويتر، عمل حاجه جديده. الام بيعمل ايه الولد ده؟ امه ربته على ايه؟ قالوا له امه علمته. الولد ده بيمسك الابره، عارفين الابره المخيط دي، ويدخلها في ثقب رفيع من الخشب 10 مرات ويطلعها بدون ما تعمل تاتش. 10 مرات. قال لهم ياه ايه الابداع ده؟ ويدخل ابره وطلعها. طب وبعدين يعني لما يعني ابره تدخل كده في ثقب وتطلع 10 مرات؟ قال لهم هاتهولي يا امه. فجاء الولد والناس قاعده كده في حاشيه هارون الرشيد، قالوا ايه الاختراع بتاعك؟ قالوا نمسك الابره دي وندخلها في الثقب 10 مرات ونطلعها. بعد ما خلص عمله هارون الرشيد اعطاه 10 دنانير وضربه 10 سياط. فقالوا له طب يعني انت بتكافئه ولا بتعاقبه؟ قال 10 دنانير لبراعته و10 سياط لهيافته هو وامه. هايف البعيد بقالك خدت كم شهر تتعلم في الموضوع ده وتدخل الابره وتطلع الابره وبعدين يعني دخلت الإبرة. هو ده فن؟ ده تقدم؟ بتعلم ابنك ايه؟ بتعلم ابنك ايه؟ بتربي اولادك على ايه؟ ايه الحاجة اللي اولادك تربوها وانت منزلها على الفيسبوك ومبسوط وناشر والولا عامل كذا على الفيسبوك؟ عمل ايه الولا على الفيسبوك؟ قضية تبكي وشر المضحكات المبكيات. احنا بنربي جيل وزوجاتنا بيربوا جيل. اي جيل احنا بنربيه هنكون مسؤولين عن هذا الجيل، بتربيه ايه وبتغرس فيه ايه واي قيم تغرسها في هذا الجيل من خلال الام كما كانت امه أم ابن نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك الناس اللي بتشتكي من الزوجات قولوا أنت اللي اختارت، وبيشتكي من الأبناء ما هو زوجتك اللي بتربي. لكن زوجات الصحابيات رضوان الله عليهن جميعا ما كانوش كده، كانوا بربوا أولادهم فعلا. وكانوا مش بربوا أولادهم، لا ده الزوجة كانت تربي زوجها. ودي قمة بقى ساعة الانشقاق والانفعالات، هي تغير من سلوك زوجها. المرأة التي تزوج عليها زوجها لأنها لا تنجب إلا البنات، زوجته بتخلف بنات بس، فما عجبوش الوضع يعني، فراح اتجوز عليها واحدة تانية وخد لها بيت في نفس الشارع كده. طب روح بعيد رأي مشاعرها يعني، قال في نفس الشارع البيت اللي جنبها على طول، وفي الصبح رايح جاي على البيت اللي جنبها وسايب بيت زوجته خالص. ربنا ما قالش كده، ربنا سبحانه وتعالى قال مثنى وثلاثة ورباع. قال بس قال فإن خفتم ألا تعدلوا في إيه؟ فواحدة. قال صلى الله عليه وسلم، الناس اللي حافظين مثنى وثلاثة ورباع وخلاص، مثنى وثلاثة ورباع مش شيخ. طيب قال صلى الله عليه وسلم من تزوج اثنتين ها فلم يعدل بينهما، ها حصل له ايه ده؟ الراجل البريم واللي متجوز اثنين ده جيء به يوم القيامة يدخل النار وشقه مائل فيها. يعني هو في النار ومش كده بس، ودخل معوق في النار كمان. كل الناس يعرفوا انه كان متجوز اثنين وما كانش بيعدل بينهما. اتق الله سبحانه وتعالى. فالراجل تزوج واحدة ثانية وجنب ام حمزة، وايه الرجل اسمه أبو حمزة معذرة، وجنب هذه المرأة اللي بتنجب البنات. فوقفت ذات يوم تنتظره في المساء، هو دخل البيت الثاني وقالت له تعالى، قالت له كلمات طيبة. قالت ما لي أبي حمزة لا يأتينا، المرأة الطيبة أم البنات، ما لي أبي حمزة تكلم زوجها وبتناديه بكنيته مش باسمه، مش يا فلان، لا يا أبو فلان.
وده مشهور في العرب، يسموا ناس أبو كذا أبو كذا، اسم القبيلة أو اسم العائلة. ما لأبي حمزة لا يأتينا ويسكن في البيت الذي يلينا؟ ألأنا نأتي بالبنات ولم نأته بالبنينة؟ فليعلم أبا حمزة أنا كالأرض، إحنا زي الأرض ننبت ما يضعه الزراع فينا، وليعلم أبا حمزة أنا لله وأنا نرضى من الله ما يعطينا. إحنا راضين بقضايا الله سبحانه وتعالى. فيعود الرجل إلى زوجته وإلى أبناته ويعيش معهن بقية حياته. ده درس لنا. أنت بتختار زوجة لك وأم لأولادك وأم للمستقبل، وده درس إحنا بناخده من مين؟ من نوح عليه السلام عندما تربى ابنه في بيت النبوة لكن خرج ابنه كافرا، وإسماعيل تربى في الصحراء مع أمه بعيدا عن أبيه لكن خرج نبيا مرسلا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. يا الله، تخيل يوم القيامة لما يجي سيدنا نوح وإبراهيم جنب بعض، كل واحد مع الذرية بتاعته، وإبراهيم يقول أدي أولادي. واذكر في كتاب إبراهيم وإسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ده مين؟ ده ابن إبراهيم، ابن هذه المرأة المسلمة هاجر التي تربى في الصحراء لكن على الدين، والثاني الذي تربى في الحضارة وتربى وسط أبيه وأمه لكن كانت أمه كافرا، فقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له فعودوا إلى ربكم فإنه أرحم الراحمين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. وبعد، تنتهي قصة نوح لكن الدروس والعبرة والعظات لا تنتهي. تطوى هذه الصفحة ولكن الحكم منها والأمور المستفادة منها لا تنتهي أبدا. وعلى المسلم وإحنا مسلمين أن نستفيد بهذه النقاط فنسير بها في حياتنا وأن نربي أولادنا على هذا. إذا أردت أن يقول لك ابنك يا أبا تفعل ما تؤمر، فكن له كما كان إبراهيم لابنه، واجعل له أما كما كانت أم إسماعيل. مش أنت نفسك ابنك يقول لك افعل ما تؤمر وابنك يسمع كلامك ويطيعك وما يحرقش دمك وينرفزك؟ اختر له أمه وخلي أمه زي هاجر. وإذا أردت أن يقول لك ابنك سآوي إلى جبل يعصمني من الماء فعليك بزوجة نوح، يبقى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نحن المسؤولون عن تربية الجيل القادم، نحن كآباء ونحن كأمهات ونحن كأزواج ونحن كزوجات مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى عن تربية هذا الجيل وعن تربية هذه الأمة التي تتمخض الآن في آلام كثيرة، لكن إن شاء الله سوف يخرج الجيل القادم، الجيل الذي يقول كما قال ابن إبراهيم عليه السلام افعل ما تؤمر. هذه أمانة نحن مسؤولون عنها أمام الله تبارك وتعالى. لا تقل متى يأتي الخير، لكن ما عليك إلا أن تبذر البذرة ولا عليك أن يأكل منها غيرك. أنت ضع البذرة، يمكن ابنك هو اللي ينفع المستقبل، يمكن ابنك يكون هو قائد المستقبل. أم معاوية بن أبي سفيان اللي هي هند زوجة أبو سفيان وكانت امرأة كافرة لكن أسلمت متأخرا، لما كانت لسه على كفرها وكان معاوية بن أبي سفيان لسه طفل رضيع في حجرها، فهي بتلعب وكده، فمر عليها أحد الأعراب، ومعاوية كان فيه النبوغ من صغره. معاوية ده كان خليفة المسلمين وحصلت مشاكل كثيرة بين سيدنا علي، قائد مشهور، سواء اتفقنا أو اختلفنا قائد مشهور، كان زعيم كبير. المهم فمعاوية هو صغير جدا كانت رأسه كبيرة جدا وفي حجر أمه، فمر عليها أحد الأعراب وقال إن هذه الرأس الولد برأس كبيرة ده سوف يسود قومه، هيبقى هو كبير العيلة، هيبقى المختار. جماعة الشوام يقول لك المختار، مختار العيلة ماشي، والمصريين يقول لك العمدة، وجماعة يقول لك الباشا. قال لا، هيكون هو العمدة والمختار بتاع البلد. فقالت هند، قالت سكلته. يعني ايه سكلته؟ يعني ده انا ندفنه حي. سكلته ان لم يسد الا قومه، وانا حملاه وبنرضعه عشان يبقى مختار على خمس ست بيوت، انا عاوزه يكون قائد للعالم كله. شوف هند، سكلته ان لم يسد الا قومه. ومعاوية سد مين؟ سد العالم كله، كان خليفة المسلمين.
احنا بنربي اولادنا على ايه؟ على اساس ايه؟ على اي جهه يا جماعه؟ وسعوا الدايره، احنا حتى بننغلق على انفسنا، والله العظيم بننغلق. العالم تتوسع واحنا ننغلق، العالم يتوحد واحنا نتفرق. احنا ما توحدناش الا على حاجه واحده بس، عشان نضرب بعض. الطيران مش عارف الايه، وعاصفه الحزم، تسمع الحزم والخبط علينا احنا بس مش على حد تاني. الاتحاد الاوروبي عمل اتحاد من مفيش، وعمل وحده اليورو العمله بتاعته من مفيش، وعمل سوق مشتركه من مفيش، لغات متناثره. هذا الماني وهذا فرنسي وهذا ايطالي وده انجليزي، اربع لغات، ويتوحدوا على عمله واحده، امه واحده، ويعملوا امم متحده. واحنا عندنا دين بيجمعنا ويوحدنا، واحنا نفرق واحنا نقسم. احنا عايزين لوحدنا وانتوا لوحدكم، مفيش احنا وانتوا، احنا واحد، احنا امه. وكذلك جعلناكم امه وسطا كنتم خيرا امه. كلمه كبيره الامه دي، والله والله يا اخوه الواحد بيتالم من هذا. بامكاننا نحن نرتقي بانفسنا مره ثانيه. الان الامه تمزقت، اصبح المصري يكره الليبي، والليبي يكره الباكستاني، والفلسطيني يكره، والغزاوي بيكره اللي مش عارف اللي في رمال. كلنا مقسم. ليه؟ لماذا؟ من المستفيد؟ انا اديتك مثال بسيط، من المستفيد؟ اعدائنا طيرانهم بيلعب واحنا بنقتل بعض. الا اليس منا رجل رشيد؟ اليس في الامه رجل رشيد يقول: لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين. اليس في الامه حكمه؟ فين المختار وفين الكبار وفين الزعماء يا جماعه شمل الامه؟ فين العلماء وفين الامراء؟ ونبدا على المستوى الادنى. اليس منا رجل رشيد يوحد الامه ويوحد الجاليه ويوحد المصريين والامريكان والليبيين والفلسطينيين؟ مين يقوم بهذا الدور؟ وله عند الله تبارك وتعالى الاجر والفضل العظيم. الحقيقه امتنا عناصر التوحد فيها كثيره وعناصر التفرق قليله، لكن نحتاج من الصادقين ومن المخلصين من يبدا هذه البدايه. اخذت ذلك الدرس من قول الله تبارك وتعالى لنوح عليه السلام: انه ليس من اهلك، مش من اهلك، اما اهلك الحقيقيين هم اهل العقيده، هم اهل الرساله، هم اهل التوحيد، كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وفقنا اللهم لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وعذابها. اللهم لا تخرج هذا الجمع الكريم إلا بذنب مغفور، وعيب مستور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اجمع على الحق كلمة المسلمين. اللهم اجمع على الحق كلمة المسلمين. اللهم احفظ دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين. فك الحصار عن المحاصرين. ألف بين المسلمين وحكامهم وشعوبهم يا رب العالمين. ارزقنا حكاما ربانيين يقودوننا إلى الخير يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تسلطنا على بعضنا. اللهم لا تجعل بأسنا بيننا شديدا. اللهم لا تجعل بأسنا بيننا شديدا. اللهم اجمع على الخير كلمتنا، ووحد رايتنا، وارفع قرايتنا، واجمع كلمتنا، وارزقنا قدوة يقودنا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. قوموا لصلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.